النهارده انا احب دايما وكده، ما بحبش كلمه ذكرى دي، انا بحب اقول النهارده عيد ميلاد الفنان الكبير النجم ابو بكر عزت الله يرحمه. والفنان الكبير ابو بكر عزت بالنسبه لي حاله مذهله جدا، انا بكلم بامانه والله العظيم، هي حاله مذهله جدا الله يرحمه يا رب، لانه بقدر ما تميز وتالق جدا في ادوار الكوميديا بقدر ما أنا بشوفه جدا في أدوار الشر. وأنا من الناس اللي تشوف أنه الموهبة تظهر وتتفجر بقوة في حتتين، يا كوميديا يا شر، لكن الاتنين مع بعض دي حاجة في منتهى الصعوبة. خليني هنا أخد معانا على التليفون الكاتبة رواية كبيرة أستاذة سماح أبو بكر عزت، نورتينا. اهلا وسهلا استاذ يوسف، الف شكر لحضرتك وللمقدمه الجميله دي. شكرا. لا خالص، مقدمه جميله ايه، ده مقدمه قصيره واقلك بكتير جدا من اسم الفنان الكبير ابو بكر عزت. وده يمكن سؤال مهم، ازاي حد يعرف يتالق ما بين الحاجتين اللي عكس بعض دول، منتهى الكوميديا ومنتهى الشر؟ هو بابا كان شخصيه متفرده، يعني انت تقعد معاه تحس انه شخص عميق جدا، دمه خفيف جدا، ولكن في الوقت نفسه حكيم جدا، يعني يفكر كويس قوي، يعذر الناس كويس قوي، يقرا الناس كويس قوي، ما يتسرعش، عنده رحاب الافق مش شفتهاش عند حد الحقيقه، يعني متسامح جدا. حتى كنت اقول له بابا انت سميتني سماح، اكيد لان عندك صفه السماحه دي، يعني دايما يقول لك ايه، اكيد حصل حاجه ففلان عمل كذا، اكيد كان عنده مشكله ما فقال كذا، مش من النوع اللي سريع الانفعال ابدا، من النوع اللي بيحب الحاجه بقلب قوي قوي. يعني انا كنت بشوفه لما كان يعني يبدا يستعد للدور، تحس انه في كل مره كانه تلميذ مقبل على الامتحان، يجيب كراسه يكرغ الدور كله، يقعد يقراه مع نفسه، متعه وبهجه، يقعد يحضر بنفسه ملابس كل دور، ينزل ينقي الملابس، يشتري، يبقى له وجهه نظر، يتصور بكل يعني كادرات اللي ممكن اللبس يبقى لايق هنا، لا مش لايق هنا. كان بيعيش الحاله قوي، وكان بيحب فنه قوي، فعشان كده قدر يتفوق في الاثنين، يعني قدر يعمل الكوميدي. هو شخصيته طبيعه انسان طيب جدا وسريع البديهه وخفيف الظل حقيقي جميل. ولكن حته الشر دي انا بشوف ان الممثل يقدر يبقى بارع في دور الشر، هو ده الممثل الحقيقي فعلا، يعني اللي يقدر يجسد ده وهو مش دي طبيعته، فازاي يقدر يقنعك بده؟ ده كان شيء يعني الحقيقه انا نفسي كنتش متوقعاه حقيقي، يعني لافت جدا. ورغم ان انا كتير كنت ساعات لما اشوف بابا مثلا في عمل بيقدم دور شر كنت ابقى خايفة عليه قوي لحسن الناس ما تحبوش، بس عرفت بعد كده ان انطباع الناس عنه لو ما حبيتوش ده منتهى النجاح في الدور، بس بيبقوا عارفين طبعا الفرق ما بين الحقيقة وما بين التمثيل. يعني جدا جدا انا كان لافت بالنسبة لي جدا كمان انه الفنان الكبير ابو بكر عزت هو مسرح سينما دراما ما بين قوسين بقى ثقيلين، ودول دي الحتة اللي بتحبها اكيد كاتبة كبيرة سماحة ابو بكر عزت، اشتغل اطفال. انا اتذكر وانا صغير اتفرجت على مسلسلات اطفال بطوله النجم ابو بكر عزت، فلما كبرت بقت المساله لافته، نجم كبير ومستعد يشتغل اطفال حقيقي. وعمل مسرحيه رائعه كانت اخراج المخرج الكبير الراحل الاستاذ سيد راضي، مظبوط، مصنع الشوكولاته. مصنع الشوكولاته طبعا. كانت جميله جميله، كانت مسرحيه كان فيها الفنانه هاله فاخر والعظيمه الاستاذه ثريا حلمي الراحله، وكان فيها امير شهير أمير. كان طبعا عامل هو دور البطل خالد طبعا الصغير. فبابا كان بابا بيحب الاطفال جدا جدا، ودايما كان يقول لي كلمه استاذ يوسف، كان يقول لي الفنان الحقيقي لازم يبقى جواه طفوله، لان الطفوله هي الدهشه، الطفوله هي اللي دايما بتخلي الطفل ده عنده فضول، عينيه تلمع على ما بيشوف حاجه. الفنان الحقيقي لازم يبقى كده، المشاهد او المواقف تمر على الناس مرور الكرام عليه هو لا تستوقفه، كلمه اتقالت تعلق معاه، حاجه لفتت نظره يندهش ويفضل وراها، ده الفن الحقيقي. الفنان الحقيقي هو اللي دايما بيبقى عنده عين لاقطه،
عين تقدر يعني تشوف الحاجة اللي غيره ما يشوفهاش. هل ده من العوامل اللي دفعتك للكتابة للطفل؟ والله ممكن، لانه انا كنت بشوف اهتمامه وحبه الكبير للاطفال وحب الاطفال ليه كمان، يعني ما كنا نبقى ماشيين في مكان، في اي مكان، خارجين قاعدين في مكان، وتلاقي الاطفال تجري عليه، وكان يبقى سعيد جدا ويقعدهم جنبه ويتصور معاهم ويبقى سعيد بوجودهم. فحبه للاطفال ده شيء فطري بالتبعيه اتنقل لي. وبابا كان له كلمه الحقيقه، يعني الله يرحمه، الله يرحمه يا رب. الكلمه دي انا حطاها كده، يعني عايزه اقول لحضرتك اكتر كلمه بتسعدني، كان يقول لي انت ربنا صارف لك مع الاطفال. الله كلمة الله جميلة الله الله الله، يعني الاطفال تحبك وانت بتحبيها، دي حاجه من عند ربنا. ده كلام متصوفين ده، خدي بالك، ربنا صارف لك. المصطلح ده مصطلح ده تصوف جدا يعني. ده حقيقي. وبمناسبه ان النهارده سبحان الله يعني إعادة افتتاح مسجد ومشهد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بابا كان من يعني من محب السيدة نفيسة، وكان دائما يصلي الجمعة هناك ودائما دائم الزيارة، فهو فعلا كان في حتة الصوفية دي يعني. الله يعني الله. كان كده يقعد مع نفسه كتير، يوميا لازم يقرأ قرآن، ما يفوتش أي صلاة الحمد لله، فعنده حتة الصوفية دي فعلا كانت عالية جدا جدا. والشفافية يعني كان بيبقى شايف كده الناس من جوه قوي، ويقول لك جيل بيسلم جيل، وانا ببقى سعيد ان اي حد معايا بينجح وان الشباب الصغير بيطلع. فكل الحاجات الايجابيه الحلوه دي لما تبقى في انسان يعني لازم يبقى ربنا راضي عنه الحمد لله. ربنا يا رب يرضى عننا جميعا، الله يرحمه الله ويحسن الله اليه، ونفضل دايما فاكرين الكبار وتعيشي وتفتكري دايما. ربنا يخليك وألف شكر ليك وبرنامج التاسعة على اللفتة الطيبة الجميلة دي، وشكرا ليك وشكرا يعني لكل المتابعين. ودايما بقول انه الانسان سيرة، وانا سيرة ابويا الحمد لله الى الان ما بيجيش اسمه الا وكل الناس الحمد لله تشيد بيه كانسان اولا وكفنان الحمد جميلة لله. جميل جميل. عارف اصل احنا كمان كمصريين، انا دايما احب استخدم المصطلح بتاعنا بتاع مصر من زمان، وده اصبح قليل الاستخدام، نقول الله يرحمه ويحسن إليه. ويحسن إليه طبعا طبعا، أو يحسن إليه دي هي المحبة الدائمة بجد والله. صحيح. المحبة صحيح. الدائمة. ربنا يا رب يرحمه ويحسن إليه. وأنا أشكرك جدا قوي خالص، وأتمنى نتقابل قريب في البرنامج بقى كده، ما تغيبيش علينا طبعا. والله يا استاذ يوسف يسعدني ويشرفني تحت امركم والله. يا رب يخليك حضرتك يا فندم. وسلمي لي على اخويا الكبير والنبي صديقي الدكتور خالد. الله يخليك يا رب يخليك يا رب تعيش. الف شكر. كل الشكر ليك يا فندم، كل الشكر للكاتبه الكبيره استاذه سماح ابو بكر عزت. استاذنكم نروح للفاصل، بس برضه كما جرت العاده قبل الفاصل ممكن لو سمحتوا تحكوا للعيال حواديت، العيال الصغيره حواديت قبل النوم. طب ممكن لو سمحتوا تستخدموا وسائل التكنولوجيا في انكم تفرجوهم على المسلسلات والمسرحيات اللي احنا عملناها.